وبنطلع لكم من القاهرة وبرنامج مصر جميلة. وزي ما قلت في أول حلقة، يعني الرقي في الثقافة بيعمل شعب راقي، وإحنا يهمنا جدا أن الثقافة بكل أنواعها والفن يوصل للمشاهدين والمواطنين بأفضل صورة وبرقي كبير. وده يعني تعتبر يعني هدف محدد ومهم جدا لكل من يشتغل في الثقافة أو له مسؤولية في المجال الثقافي أو في الفن في كل القطاعات. يعني مش لازم يبقى مسؤول يعني مدير، ولكن من أصغر واحد لأكبر واحد لازم يكون هدفهم واحد، وهو إنتاج ثقافي مميز. ضيفنا النهاردة المخرج خالد جلال، مش بس جاي بصفته رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ولكن بالنسبة لي أنا تابعته الفترة اللي فاتت كتير، لأنه كان له دور مهم جدا في اكتشاف المواهب والشباب، وعمل مسرحيات ليهم وديهم فرصة أن هم يطلعوا، خاصة المواهب المحترمة اللي بتثري الفن في مصر، ومواهب أنا عارفهم شخصيا وحضرت حفلات اللي هو كان بيعملها بنفسه، وكنت بروح أحضر واتفرج على الشباب الجميل ده اللي محدش كان يعرفهم، ومواهب فزة فعلا طلع منهم، هو كان بياخدهم كده يمرنهم لمدة كام شهر، يروح عامل لهم مسرحية بأفكارهم هم كمان، ونلاقي فجأة طلع منهم حاجات بقابلهم كل يوم وإحنا بنخرج مع بعض، بعدين اكتشف في المسرحية ناس تانية خالص مش اللي أنا بقعد معاهم، ومواهب ما كنتش بتخيلها تقدر تطلع من الشباب دول. والفضل كله بيرجع لخالد جلال ضيفنا النهارده. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. مركز الابداع كان يعني او بالنسبه لك ده يعني نواه جميله؟ ده الحلم، ده مركز الابداع. يعني انا ابتديت طبعا من قبل مركز الابداع في مسرح الشباب، كنت انا في بعثه في الخارج في ايطاليا، واخدت حاجه اسمها جائزه الدوله للابداع في الاخراج المسرحي، ورجعت توليت مسرح الشباب، وبدات تحول مسرح الشباب ده لمكان بؤره جذب لشباب الفنانين، سواء في الكتاب او المخرجين او الممثلين. وفعلا بعد سنتين ثلاثة قدرنا بمجموعه شباب صغيرين، كان مخرجهم مصمم رأس حديث اسمه محمد شفيق، اخرج عرض اسمه حيث تحدث الاشياء، وكسب 57 دولة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مصر، كان وخد افضل عرض. مصر خد افضل عرض بمجموعه شباب كلهم صغيرين، وهو قدر بمجموعة الشباب دول ان هو يعمل عرض، يحاول مجموعة ممثلين يعملوا عرض يجمع ما بين الرقص الحديث والتمثيل، وقدر يفوز بالجائزة الاولى. من هنا كانت بداية ان الناس ابتدت تصدق في انه الشباب قادر انه يعمل حاجة يعني، وقادر انه يتحرك. في الفترة اللي مسكت فيها في مسرح الشباب من 1997 لغاية 2007، العشر سنين دول قدرنا ننتج اكتر من 60 مسرحية، القوام الكامل بتاعهم من الشباب بالكامل. يعني مفيش مخرج شاب دلوقتي على الساحة، أو طبعا عدى تجاوز مرحلة الشباب، إلا وخرج من تجربة مسرح الشباب دي. ثم سنة 2002 بدأنا في مشروع مركز الإبداع الفني ده. ففي الوقت ده اتقال طب هل المكان ده هيبقى زي البيت الفني للمسرح كده، ينتج مسرحيات محترفة، ولا يبقى زي الهناجر بيعمل ورش فنية قصيرة من المخرجين أجانب وكده وبتاع. فقدمت مشروع مختلف لوزير الثقافة في الوقت ده، إنه إحنا عاوزين نعمل دراسة طويلة، منحة دراسية مجانية تقدمها وزارة الثقافة من صندوق التنمية الثقافية للشباب الموهوب بجد، نمتحن ناس كتير جدا، وناخد 200 ولد وبنت موهوبين بجد في مجالات التمثيل والإخراج وتصميم الديكور والأزياء والإدارة المسرحية، ونجيب لهم أساتذة يدربوهم لمدة سنتين على كل المجالات دي، وبعد سنتين نطلعهم ندخهم في الوسط الفني. فقال لي هتنجح؟ قلت له تنجح جدا. والمجموعه الاولانيه دي هم دلوقتي اللي اتخرجت بعد 3 سنين من 2000، يعني اتخرجوا 2005، هم اللي كان فيهم بقى من الفنانين سامح حسين ونضال الشافعي وبيومي فؤاد ومحمد شاهين وايمان سيد، ومجموعه كبيره جدا طلعت من المجموعه الاولانيه دي، بقوا مهمين في الحركه الفنيه. ثلاثهم بقى المجموعه الثانيه بتاعت قهوه ساده، يمكن حضرتك تعرف قصه كبير بينهم طبعا، ومجموعه قهوه ساده دي عملوا وحققوا بقى طفره كبيره جدا. عملوا عرض استمر لمدة سنة ونص بيتعرض على خشبة المسرح، وست دول عربية طلبته عشان يتعرض في الخارج. وبسم الله ما شاء الله كلهم تقريبا دلوقتي يعني اي مسلسل هتلاقي فيه 5-6 من كل دول، او اي فيلم هتلاقي فيه 5-6 من دول. والدفعة التالية بعد الوقت، يعني الدفعة التالتة اللي بدأت 2011 لغاية دلوقتي، الدفعة الثالثة دي هي اللي منها اتعمل كل البرامج المسرحية اللي موجودة في كل القنوات اللي بنشوفها دلوقتي في كل، يعني كل البرامج المسرحية بتاعت أشرف عبد الباقي والأخرى قوامها الدفعة الثالثة من مركز الإبداع الفني.
وبالتالي اصبح مركز الابداع الفني هو المكان اللي الناس بتخش تتدرب فيه علشان نقدمهم للوسط الفني، مش بس في مجال التمثيل. يعني احنا طلعنا مخرجين زي اسلام امام، واسلام امام ده هو اللي بيخرج ايضا هذه المسرحيات، هاني عفيفي، عبير علي، مجموعه كده. في من تصميم الازياء طلعوا اتنين مهمين جدا في عالم تصميم الازياء، هما مروه عوده واسماء عبد الشافي. فقصدي انت بتطلع كمان في مجالات اخرى، لانه الاساتذه اللي موجودين داخل المكان، يعني انا مثلا مسؤول عن قسم التمثيل، انما انا معايا عالم ضخم في عالم الفن التشكيلي، وهو الدكتور ناجي شاكر، وهو المسؤول عن قسم تصميم الديكور، ومعانا الاستاذه نعيمه عجمي، وهي اشهر مصممه ازياء في المسرح القومي في مثلا اخر 30 سنه، هي اللي بتدرس للبنات بتوع قسم الازياء، والبنات والولاد بتوع قسم تصميم الازياء. معانا المخرج عصام السيد، وده مخرج من المخرجين المهمين جدا في مصر، هو اللي بيدرس لقسم الاخراج. فقصدي حتى هتلاقي في قسم التمثيل في مثلا قامات زي الدكتوره نجاه علي. الدكتوره نجاه علي دي افضل من يدرس الالقاء في مصر، هي بتدرس لطلبه مركز الابداع الفني. المنظومه دي اللي اتعملت جوه وزاره الثقافه بدعم مالي من صندوق التنميه الثقافيه، قدرت في ال 11 سنه اللي فاتوا تمد الوسط الفني بعدد كبير جدا من المواهب. ثم عملنا بقى مؤخرا حاجه اسمها مواسم نجوم المسرح الجامعي كمان، دي هنتكلم عنها، مسرح الجامعي يبقوا معانا في الليل. انا كمان لفت انتباهي وقتها مع المجموعه اللي انا كنت اعرفهم، مش بس التمثيل والموهبه ولكن الالتزام. يعني كنتوا بتشدوا عليهم جدا، افتكر لغايه دلوقتي، في التزام في المواعيد، في الاخلاقيات، في احترام بعض طبعا. يعني مش عشان دخلت وبقيت تمثل يبقى يعني الدنيا مفتوحه. انا عايز اقول لحضرتك حاجتين. انا دايما اي حد بيخش المكان ده بقول له حاجتين، بقول له انت داخل المعسكر الروسي. الروسي دي كان بيتقال زمان انه المعسكر الصلد، الصلب العنيف اللي ما فيهوش يعني فسحه، يعني مش داخل يعني تتعب جدا. ودايما بقول لهم في الجيش بيقولوا العرق عند التدريب يوفر الدم عند المعركه. يعني لما تتعب في تدريبك بتوفر الاصابه، بتقلل نسب الاصابه، بتقلل نسب. انا بعمل معاهم كده بقى، وبقول لهم انا ما يهمنيش انك تحبني، مش مهتم قوي انك انت تحبني، انا مهتم انك تحترمني لما تبقى نجم والناس تشاور عليك كده في الشارع، وانت كنت طالب في الجامعه مثلا وفجاه يقولوا الله مش ده الممثل الفلاني وكده. فانت هتتعب جدا طول ما انت بتدرس عندي، لان انا بدربك وبقصو عليك جدا علشان في الاخر تخرج صلب للوسط الفني، وما فيش اي حاجه تاثر فيك، لان انت هتتلقى صدمات رهيبه. لان حضرتك تعلم طبعا انه السوق غير خالص ما يدرس في الكتب. يعني اما بتطلع بقى للماركت الحقيقي وقياساته والصدمات اللي بتتعرض لها، انت بتحلم بحاجه وبتلاقي الحاجه دي ما هياش متحققه بالظبط، او هم بيطالبوا منك تبقى انت متصور ان بدايتك وانت شاطر جدا هتكون كبيره، فتلاقيهم بيقول لك طب اطلع قول مساء الخير يا فندم وهتخرج. ده انت وهو كده بيعتبر نفسه تفضل عليك انه ادالك دور، مش مهتم بانك انت شاب شاطر صغير لازم تاخد مجال. وتلاقي وهو الولد نفسه يلاقي ان اللي بيعمل دور طالب الجامعه مثلا رجل في الحقيقه عمره 50 سنه طلع طالب جامعه. فطب الله، طب ما يعني، فقصدي انه زي عندهم مصابره، تعبتهم جدا علشان يطلعوا يبقوا ما اصبحوا عليه، الناس تحترمهم، تحترم التزامهم. عشان كده تلاقي مثلا الدفعه ما بتخشش 200 تتخرج 200، الدفعه بتدخل 200 تتخرج 80، بس ال 80 اللي بيتخرجوا دول هم اللي استطاعوا تحمل الضغط النفسي والعصبي والفني اللي موجود عبر مثلا 3 سنين، وقدروا يخوضوا هذه المعركه الفنيه الطويله، وهو عامل زي اختبار الماراثون كده، قوه التحمل، قوه تحملك. اما بيطلعوا دلوقتي بأشرف ان دول موجود، دول اتخرجوا بقى، وبقول ان انا اكتر واحد عنده ولاد في مصر. فعلا. ازاي بتقدر اختيار الموهبه ده؟ دي في حد ذاتها موهبه؟ يعني اختيار الموهبه طبعا. ازاي بتتم؟ يعني انت بيجي لك الافات، انا متاكد، ازاي بتنقي منهم ال 100 او حضرتك بقى جيت على المنطقه الهامه وهي الاختيار. لو الاختيار من الاول مش مظبوط المنتج هيطلع مش مظبوط. ولو الاختيار من الاول، انت عارف احنا بنمتحن في قد ايه؟ احنا بنمتحن في 4 شهور. احنا بنقعد اختبارات مركز الابداع دي بتقعد 4 شهور. بنمتحن حوالي 3000 واحد على 4 مراحل. المرحله الاولانيه طبعا كل اللي هم كان يظن انه سهل اللي بيعملوه ده، وانا يعني لو مليت استماره ممكن بكره ابقى بمثل مع الاستاذ عادل امام. فناس كتير جدا بتتفرج على العرض اللي هم بيعملوه فيخرج يقول انا ممكن اعمل كده، فطبعا تلاقي مثلا ال 3000 دول بعد المرحله الاولانيه بقوا 1200.
تخش على المرحله الثانيه بقى اللي احنا بنحط بقى اللي انت هتمتحن بيه. يعني انت اول مره انت اللي تيجي تقدم تقول انا همثل لكم مشهد من كذا، همثل لكم مشهد من كذا، وبنختبر ثلاث حاجات، بنختبر التمثيل، وبنختبر التوافق العضلي العصبي عشان لما تتعلم استعراض جوه التوافق العضلي، يعني انت جسمك بيتحرك مع الايقاع مظبوط ولا لا، وبنختبر الاذن الموسيقيه، انت تقدر تقول لحن، مش طالبين انك تبقى لا مطرب ولا راقص، انما مطلوب انك ينفع تتعلم غناء حتى لو جماعي، لانه الغناء الجماعي دي اول ماده بدرسها، لانها بتعلمك تبقى في فريق. دي نقطه تانية مهمه، انك ما تبقاش لوحدك. انت لا، ده انت قوتك الجماعي. قوتك في انك انت تبقى جوه فريق، وجمالك في انك انت تبقى جوه فريق. دول اللي بنختبرهم اللي في الاول. وبعدين احنا بقى بنروح حاطين مشاهد بتاعتنا، بنحط المشاهد ونقول دي المشاهد دي المرحله الثانيه، المشاهد دي بالعربيه بالعاميه وبالفصحى، انت تختار مشهد واحد انت عايز تمتحن بيه، عايز تمتحن بالعاميه امتحن، عايز تمتحن بالفصحى امتحن، لكن هو مشهد واحد. وبنحط مشاهد كوميديه ومشاهد تراجيديه، يعني انتوا اللي بتحطوا المشهد مش هو اللي بيجي بيه. بنجيب بقى مشاهد بقى من ايه بقى، من عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور ونعمان عاشور وكذا، ومن المسرح العالمي من ويليام شكسبير، ومن مولير، ومن حاجات كده، علشان انت لما بتيجي تقدم بنفسك ممكن تلاقي واحد داخل يمتحن في اول مره عامل مشهد من فيلم كذا، فيعني مشهد من فيلم ده يعني هو استهواه النجم وعاجبه الطريقه اللي بيتكلم بيها النجم، فداخل يقلده، فبيبقى اقرب للمونولوجيست منه للممثل يعني، وكانه بينقل صوره ساخره للحكايه، مش بيمثلها، مش بيمثل الدور. انما لما انت بتدي له المشهد وبتقول له هذه المسرحيه بتتحدث عن كذا 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 كذا، هو بيهتم، بيروح يقرا النص الاصلي وبيشوف الدور ده، المشهد ده متاخد من فين في الحته الفلانيه. ال 1200 دول بيروحوا نازلين في الامتحان الثاني ده ل 600 مثلا. ال 600 دول بيخشوا، بنقسمهم اربع مجموعات، وبيخشوا مع اساتذه المركز كانهم طلبه في المركز بقى، يبقى كل مجموعه بتقعد اسبوع تدرس. ليه بقى؟ لان انت تقدر حد يحفظك مشهد ويحفظه لك كويس ويخليك تخدع لجنه وانت حافظ مشهد، انما لما تخش كدارس بقى، انا هتعامل معاك لمده اسبوع كدارس، هيبان اخلاقك هتبان، وسلوكك هيبان، وتطورك الفني هيبان، وانت بتتحسن لما حد يقول لك ملحوظه ولا بتتقبل ملحوظه ولا ما بتتقبلهاش، انت ممكن تبقى شاطر جدا بس ما تتقبلش ملحوظه. يعني حد يقول لك ده مش كويس فتقول له لا هو كده. فهعمل فيك ايه يعني؟ لو انت شايف ان هو كده يبقى خلاص انت مدرس نفسك، انت معلم نفسك. ما انتش محتاج تروح بقى لخالد جلال ولا لعصام السيد ولا لناجي شاكر ولا لا، انت راجل شايف ان هو كده. هو ده الكويس ودي وجهه نظرك الشخصيه. فكره قبول الرأي الآخر واحترام الكبير واحترام المثل الأعلى واحترام الناس دي كلها، دي حاجات احنا بنحاول نحطها لهم من أول اختبار. بعدين بناخد بقى بعد كده ال 200 اللي احنا هندرس لهم. بيتعلموا بس التمثيل ولا بتخلي كل واحد يعدي على كل القطاعات عشان يشوف الدنيا ماشية ازاي في كل حتة؟ هم بنظرية الأواني المستطرقة كده بيشتغلوا مع بعض كلهم في الآخر. يعني احنا مثلا عندنا كل سنة مشروع قسم الإخراج تحت إشراف عصام السيد وناجي شاكر وأنا والأستاذة نعيمة، بيبقى طالب قسم الاخراج بياخد زملائه من قسم التمثيل بيعمل، ومعاه واحده او واحد من قسم الديكور وواحده او واحد من قسم الازياء، وبننقلهم كل دفعه بننقلها نص. اول دفعه نقلناهم الكينج لير، الملك لير لويليام شكسبير، ولازم يبقى نص من رؤوس الادب العالمي علشان كل طالب من قسم الاخراج بيقدمه برؤيته. فشفنا ست رؤى مختلفة للملك لير، واحد عاملها كوميدي والتاني عاملها كوستيومي بنفس ملابس الفترة بالشكل مش عارف ايه، وحد عاملها رأس حديث وحد عاملها مش عارف ايه، كل حد قدمها بطريقته. تاني دفعة عملوا هاملت، ومنهم العرض بتاع هاملت اللي كسب بطله، كسب أحسن ممثل في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أيضا على أكثر من 50 دولة، اسمه محمد فهيم، ونقابة المهنة التمثيلية ادت له الكارنيه بسبب هذه الجائزة. قالت له انه من انه ان انت قدرت وانت شاب صغير تحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان دولي محترف. صح. الدفعة الأخيرة بتعمل مكبس لويليام شكسبير. فبيخشوا بقى كل الخبرات، الولاد بتوع التمثيل يشوفوا بتوع الديكور وهم الفكرة بتنشأ ازاي، بيختلطوا، عارف الخلاط بقى الأخير اللي هم انما مثلا طلبة قسم التمثيل بيدرسوا إلقاء، وبيدرسوا تمثيل، بيدرسوا سلوكيات، وبيدرسوا استعراض، وبيدرسوا غناء، وبيدرسوا ارتجال وتمثيل مسرحي. ده لازم طلب قسم التمثيل يعدي على المنطقة دي، وكل مادة من اللي بيدرسها بيعمل بيها عرض.
يعني يخشوا يدرسوا القاء مع مثلا الدكتوره نجاه علي، فعملوا السنه اللي فاتت بورده البوصيري. بورده البوصيري هو شعر في مديح الرسول عليه الصلاه والسلام، وصعب جدا جدا، ورغم كده الولاد الشباب الصغيرين دول قدروا يعملوه بطريقه مبهره، لدرجه انه لما اتعملت العام الماضي، كان عام اختيار الشارقه عاصمه العالم الاسلامي السنه اللي فاتت، اختاروا العرض ده من ضمن كل العروض اللي اتقدمت عن بورده البوصيري عشان يتقدم في الشارقه هناك. ثم تم اختياره مره اخرى عشان يتعرض في ابو ظبي في مسرح كسر الامواج برضه في شهر رمضان، لان هم شافوا ان هذه التجربه تجربه مختلفه وجايه لها السنه دي في الكويت عاصمه العالم الاسلامي. ايضا بيتم دعوه نفس العرض، لانه هم عاملينه بشكل غنائي فيه القاء وغناء رائع. اما عملوا عرض مثلا اسمه غنى للوطن، غنى للوطن ده عرض انا اللي هو عرض الكورال بتاعهم اللي كانت الاغاني الوطنيه، ده عرض اتعمل من 3 سنين، وحتى هذه اللحظه عرض في اماكن كثيره، واتعرض في استاد القاهره، واتعرض في مسرح الجلاء في احتفالات 25 يناير، واتعرض في ميدان التحرير 5 مرات امام ملايين. يعني اتعرض في استاد القاهره، كان احتفاليه بمئويه نادي الزمالك، واتعرض امام مثلا 22,000 متفرج، واتعرض تحت برج القاهره في الاحتفال بالسياحه المصريه وان احنا بننادي الناس انها ترجع، واتعرض على مسرح الجلاء امام السيد الرئيس في احتفالات ثوره 25 يناير، واتعرض في حتت كتير جدا، لدرجه ان انا بقول لهم هذا عرض اسطوري زيه بالظبط، بقى بالنسبه لي زي قهوه ساده كده، انه لما نيجي في الاخر نرصد العرض ده اتعرض فين هتلاقيه. واتعرض في تونس في احتفالات الثوره التونسيه. وعايز اقول لك ان تفاعل الجمهور التونسي مع الاغاني الوطنيه المصريه مذهل، لدرجه ان احلف بسماها وترابها دي كانت الصاله التونسيه بتغنيها مع المطرب اللي على المسرح، زي ما تكون متغنيها هنا في مصر. فهو عرض ازاي بقى الولاد دول اللي ما فيهمش غير 5 مطربين مثلا، او 5 يعني ليهم سابقه غناء وهم 80، قدروا يعملوا هذا العرض المبهر. فانا مره عايز ابقى اجيبهم لك هنا الولاد المطربين دول، يعني لانهم كنت لسه هقول احنا عايزين نستضيفهم. اصوات مذهله مذهله يعني بجد. انا عايز اقول يعني، وفي منهم طبعا يعني احنا اتخرج من عندنا نسمه محجوب اللي هي كسبت ستار اكاديمي، واتخرج من عندنا شريف عبد المنعم اللي هو كان طالع التاني في صوت الحياه، واتخرج يعني قصدي دول كلهم اصوات، وفي عندنا رباب ناجي ودي واحده من اقوى الاصوات اللي موجوده. يعني انا متهيألي لازم يجوا لك يوم كده تعملوا مع بعض حلقه تجيبهم لنا كده ونتفق معاهم حلقه يقولوا لك غنى الوطن بالظبط، يقولوا يعني ايه حب مصر، ويقولوا يعني ايه الولاد في السن ده لما تخليهم يغنوا للبلد بتاعتهم. وانا عايز اقول ان هم لما غنوا اغاني عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب وكل الاغنيات الوطنيه، الاغاني الوطنيه اللي كانت معموله كده، انا قلت ان تاثير شاب دلوقتي في السن ده بيغني هذا النوع من الغناء اقوى بكتير جدا من ان تعيد غناء لان هم في زمانهم كان في حلم وكان في تصديق وكان في شيء رائع، كان في مناخ عظيم. انما لما شاب دلوقتي صغير في وسط ده يقول بلدي ويقول لازم تستقر ولازم تكون كذا ولازم تكون كذا، ده شيء مؤثر اكتر، وهتوصل للشباب اللي طبعًا زيه طبعا هتوصل يعني لهم اكتر. فيهم مجموعه رائعه الحان المهدي ورباب، هجيبهم لك كلهم تستمتعوا انتوا بيهم بقى حلقه. يا ريت، ده يبقى شرف لينا. طب قطاع الانتاج الثقافي بقى دوره ايه، وبيكمل المنظومه اللي اتكلمنا عنها دلوقتي؟ هو انا توليت قطاع الانتاج الثقافي من حوالي 6 شهور، وقطاع الانتاج الثقافي ده مؤسسه بتدير 7 مؤسسات، بتدير البيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبيه، ومكتبه القاهره، ومركز الهناجر للفنون، والمركز القومي للمسرح، والمركز القومي للسينما، ومكتبه الحضاره الاسلاميه. وكل مؤسسه من دول يعني لوحدها يعني منظومه كبيرة. منظومه كبيره. يعني مثلا البيت الفني للمسرح دلوقتي كمان انا اعتقد انه ممكن ادعو حضرتك وفريق العمل، لانه كنتوا عاملين عرض رائع في المسرح القومي لامين حداد واحمد فؤاد حداد، مجموعه رائعه معاهم ممثلين رائعين. ده تلا عرض الاستاذ يحيى الفخراني اللي هو ليله من الف ليله، وليله من الف ليله ده قدر يحطم كل الايرادات المتوقعه. يعني يحيى الفخراني هذا الرجل العظيم اللي تحمل وساب كل حاجه، وهو في مقابل ضئيل جدا، لانه طبعا مقابل بياخده من الدوله مش مقابل زي ما بيعمل مسلسل ولا حاجه، وقدر يخلي مسرح الدوله يحقق في مثلا 3 شهور عرض اكتر من 2 مليون جنيه ايرادات.
بسبب انه مسرحه ما فيهوش كرسي فاضي، المسرح القوي ما فيهوش كرسي فاضي. وده حاجه رائعه انك انت تستند الى نص قوي لبيرم التونسي والحان احمد صدقي واخراج الاستاذ محسن حلمي ومجموعه رائعه مع الاستاذ يحيى كانت لطفي لبيب وهبه مجدي واحمد محمد محسن. فقصدي دول انا اعتقد انه لازم يعني نشجعهم جدا. وسامح حسين عمل عرض رائع ايضا، استاذ احمد بدير عمل ايضا عرض جميل. يعني قصدي وفي بقى مجموعه عروض شبابيه كتيره بالظبط. كنت هقول يعني حتى مع النجوم اكيد دول بيطلع معاهم شباب، يعني انت عندك السنه دي كان في عرض هايل في مسرح الطليعه اسمه روح، وعرض روح ده كسب 8 جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري ما شاء الله، وكلهم شباب. قصدي يعني انت في حراك مسرحي بيحصل. في مركز الهناجر للفنون بعد ما تولاه الاستاذ محمد دسوقي بدا يستعيد نشاطه مره تانية، وعامل اكتر من 4 أو 5 عروض جداد لمخرجين كلهم من الشباب ايضا. مركز القومي للسينما بيستعد دلوقتي ان هو لاقامه مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه الشهر اللي بعد الجاي باذن الله، واعتقد ان ده هيكون حدث مهم جدا انه الدكتور احمد عواضي يجي لكم يوم يتكلم عنه. اكيد لان ده هيجي وهنروح هناك نغطي المسرح بالظبط المهرجان في سينمائيين هيجوا من العالم كله في مصر، ودي حاجه هتكون رائعه. فقصدي انه كل مكان من دول هو مؤسسه. يعني مكتبه القاهره بدات تستعيد نشاطها لما كمان تولى مجلس ادارتها الكاتب الاستاذ خالد الخميسي. خالد والله يعني قصدي في حاله حركه بتدور داخل قطاع الانتاج. وانا بحاول يعني في البرنامج بتاعي هبقى اجيبه لحضرتك، هو برنامج ممكن تتابعه كل احنا يعني انا من 5 شهور عملت حاجه اسمها البرنامج الشهري، بروجرام صغير كده في كل الاماكن بتعرض ايه الساعه كام امتى كل شهر بيطلع. يا ريت ده يبقى متواجد مع الناس كلها يعني بالظبط. فانا يعني هجيبه لحضرتك بحيث انه يبقى اجنده واحنا ننشره بقى على اجنده دائمه ليك طبعا. لان انت اكثر انتشارا مني اكيد. يعني ده مهم جدا ان احنا نتعاون مع بعض الفتره الجايه، نتشرف بالضيوف الشباب المواهب يبقوا معانا على طول، وكمان نعمل تغطيه للاحداث اللي بتقوم بيها او بيقوم بيها الانتاج قطاع الانتاج الثقافي. ويعني دي اهم حاجه ان احنا نحس ان في حراك فني في مستوى بالذوق، يعني يبقى حراك فني ومع ذوق في نفس الوقت، يعمل شويه توازن مع الحاجات اللي هي بتبقى مسيئه شويه او مش بالمستوى المطلوب في الفن المصري. الفنان الكبير خالد جلال شرفتنا النهارده، وارجو ما يكونش ده اخر لقاء. ابدا انا دايما معاكم، وانا عايز اقول ان اسم البرنامج عاجبني جدا لانه بلدنا جميله قوي، مصر جميله فعلا. ولازم اعتقد انه كل الناس المهمين يقفوا جنب برامج تلفزيون بلدهم، لانه تلفزيون بلدهم ده لازم يكون طول الوقت في مكانه مميزه. فاعتقد ان انا هدعو ناس مهمه كتير يكونوا موجودين معاكوا علنا في يوم من الايام يعني نعمل نتيجه جميله تليق باسم البرنامج مصر الجميله. ان شاء الله مستنيين الدعوه دي، ويا رب دايما مع بعض في نجاح لمصر. فانا خالد جلال، احنا هنروح دلوقتي الفاصل وهنرجع معانا بقى شباب من المسرح الجامعي هيبقوا معانا دلوقتي في الفقره الجايه. باذن الله نروح للفاصل ونرجع لكم مع مصر. شكرا.